كشفت وزارة العدل عن إصدار 1,300,000 وكالة إلكترونية خلال 4 أشهر عبر بوابة ناجز، وأوضحت الوزارة أن إتاحة الخدمة إلكترونيا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة لزيارة المستفيدين لكتابة العدل بهدف تيسير الإجراءات عليهم وكذلك رفع كفاءة العمل والأداء. وحول هذا الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم إلينا مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل الأستاذ إبراهيم المحطب. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، ما الذي يمكن تقديمه أكثر عبر الخدمات الإلكترونية لديكم؟ في البداية حاب أمسي عليك أخي العزيز فيصل وعلى السادة المشاهدين ومشاركتكم استضافتكم الكريمة. طبعا نطمح لتوفير معظم الخدمات التوثيقية والتي لا تدع حاجة للمستفيدين من زيارة كتابة العدل لطلب وإنهاء الخدمات التوثيقية كالخدمة الإقرارات والعقود والوكالات والرهون وجميع الخدمات الخاصة بالعقارات. طيب، يعني التحول الإلكتروني كبير جدا عبر ناجز، ما الذي ساهم في تحقيقه لكم؟ طبعا في من الإيجابيات تعتبر أهم الإيجابيات من هذه القرارات في توفير الخدمات بشكل إلكتروني بالكامل هو تقليل زيارة المستفيدين من كتابات العدل وخدمتهم بشكل إلكتروني بالكامل. كذلك مكنت الوزارة المواطنين والمقيمين داخل وخارج المملكة من تنفيذ العمليات بشكل إلكتروني عبر بوابة ناجز، وأيضا استطعنا تقليل المدة الزمنية المستغرقة في السابق لتكون خلال دقائق معدودة، كما تم التركيز على رفع نسبة رضا المستفيدين حول الخدمات العدلية المقدمة وتوفير الوقت والجهد لهم. طيب أستاذ إبراهيم، 1,300,000 وكالة إلكترونية خلال 4 أشهر، ما الذي ترغبون تحقيقه في المستقبل؟ طبعا مثل ما ذكرنا سابقا بأنه نطمح لتوفير جميع الخدمات بحيث لا يتم الذهاب من قبل المستفيدين أو لا يوجد حاجة للمستفيدين من الذهاب لكتابات العدل ويتم خدمتهم بشكل إلكتروني بالكامل. وبالنسبة لإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل ويتحته عبر موقع وزارة العدل للخدمات العدلية الإلكترونية، حيث خلال 4 أشهر الماضية تم إصدار أكثر من 1,300,000 وكالة بشكل إلكتروني ولله الحمد والمنة، وهذا بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهد الأمير حفظهم الله لخدمة الوطن والمواطن. علما بأنه يمكن للمستفيدين من إجراء كافة الخدمات التوثيقية الخاصة بالوكالات بشكل إلكتروني في أي وقت عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، سواء عبر بوابة ناجز أو تطبيق الوزارة على الأجهزة الذكية أو من خلال الهاتف التفاعلي للوزارة 1950. وأخيرا تعتبر خدمات التحول الرقمي بوزارة العدل أهم أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لتطوير المنظومة العدلية وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة وخارجها. مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل إبراهيم المحطب، شكرا جزيلا لك.